السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي مشاهدين برنامج همسات مضيئة من داخل مصر ومن خارج مصر، برحب بكم. النهاردة هنتكلم عن موضوع في غاية الأهمية، هنتكلم عن مشكلة مست المجتمعات العربية كلها، وهي مشكلة الانحدار الأخلاقي. طبعا كلنا شايفينها بنسبة كبيرة جدا في مجتمعنا في الآونة الأخيرة. طبعا بنشوف حالات البلطجة وحالات القتل وحالات التنمر اللي بنشوفها في الأطفال والشباب وفي الكبار، فعايزين نعرف ايه الاسباب اللي ادت الى التنمر والبلطجه والقتل. مع ضيف حلقتنا اللي مشرفنا ومنورنا الشيخ محمود خضر، برحب بحضرتك يا شيخ محمود. يا مرحبا استاذ دعاء، ومرحبا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. شيخ محمود، عايزين نعرف من حضرتك ايه اسباب الانحدار الاخلاقي اللي احنا ملاحظينه وناس كتير قوي ملاحظينه في الاونه الاخيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. طبعا لو اتكلمنا اولا عن الاخلاق، الاخلاق هي يعني هي الامم، انما الامم الاخلاق ما بقيت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث بمكارم الاخلاق ومحاسن الاخلاق. لو ان فتشنا عن كل دين من الاديان او اي رساله من الرسالات نجد ان الاخلاق منبع رئيسي فيها واصل رئيس في هذه الرساله او في هذه الديانه. بعد الناس عن الدين وبعد الناس عن شرع الله تبارك وتعالى وغياب القدوة الصالحة والتفكك الأسري، القدوة اللي هي الأسرة، نعم، في الأسرة وخارج الأسرة. الوالد هو قدوة لأبنائه، وكذلك الأم قدوة لبناتها. طبعا. المدرس في المدرسة، الأستاذ طبعا. في الجامعة، الإمام في المسجد، طبعا. كل هؤلاء قدوات ينبغي للإنسان أن يحتذي بهم وأن يقتدي بهم. كذلك التفكك الأسري، كذلك الانفتاح الأخلاقي اللي احنا بنشوف طبعا السوشيال ميديا وقنوات التلفزيون وبعض من ينتسبون إلى الفن، وبعد الفن الهابط اللي نعم. بنشوفه في الآونة الأخيرة نعم. من أفلام ومسلسلات نعم. غير هادفة، نعم، ألفاظ الأطفال بيسمعوها يعني غير لائقة تماما إن طفل يقولها أو يتكلم بيها. ما أنا قلت لحضرتك إن 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 من هذه الأشياء نستقي الثقافات الآن. الطفل الآن تلاقي الممثل هو القدوة لديه، للأسف، وهو يريد أن يفعل مثل قدوة فعلته. سيئة. نعم. للأسف. هو ما حدث في يعني منذ أيام قليلة في المنوفية في تلا من قتل، وقعت قتل وبلطجة وتنمر لا أساس لها في الشرع ولا في الدين ولا في الأخلاق. وما كان هذا من خلق الناس في مصر؟ يعني مصر بلد الأخلاق، بلد الفضائل. لو رأينا التردي الأخلاقي الذي حدث في المجتمعات من واقع هذا الفن الهابط واتخاذ الناس القدوة من هؤلاء الذين لا ينتسبون إلى الأخلاق بأي حال من ولا الأحوال. الإسلام. ولا نعم. الأخلاق ولا الإسلام. يعني ربنا سبحانه وتعالى عندما أنزل الكتاب وأنزل الذكر وأنزل السنة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا على تربية الأولاد، التربية الصحيحة والتربية التي تؤتي ثمارها. والإنسان أول ما بيجني بيجني الأب والأم. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول: لأن يؤدب أحدكم ولده خيرا له من أن يتصدق بصاع. تخيلي بمعنى يعني إيه برضو يا شيخ محمود التأديب؟ بمعنى يعني حضرتك تقول مثلا الأب والأم يعملوا أولادهم زي ربهم على قيم وأخلاق، إيه بالضبط؟ على حاجات الصدق، معينة، على الأمانة، على العدل، على المساواة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يعرف سيدنا عبد الله بن عباس، وكان سيدنا عبد الله بن عباس ما بلغش 10 سنين، ويقول له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ لك. لقنه العقيدة اللي بتدرس في الجامعات النهاردة، بيلقنها لطفل ما كملش 10 سنوات. ليه؟ لأنه بينشأه: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، إذا احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. يعني أشياء عظيمة جدا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع سيدنا الحسن ابن بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيجد تمرة ملقاة على الأرض، فسيدنا الحسن بياخدها عشان يطعمها ياكلها طفل صغير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما
ضربه كده على ايده كده ضربه بسيطه، ضربه فيها حنو وشفقه للتاديب مش بيعلم. للتعذيب بيعلمه. قال انا لا ناكل الصدقه. بعد ما قال له قال كخ كخ، اللي احنا بنقولها لاولادنا نقول له دي حاجه مش كويسه ما تعملهاش. أيوه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا غلام كخ كخ إيه انا لا ناكل الصدقه. الاشياء دي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علم اولاده القيم والمبادئ وهم غرس فيهم هذه القيم. الاب بيغرس القيم الفاضله في ابنائه، قيمه طبعاً. الصدق، الصدق هذه يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا ده قدوتنا التي بها نسعد في الدنيا والاخره ونقتضي. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بجوار السيده ام عبد الله فتقول يا غلام تعال هك اعطيك. كتير منا النهارده يقعد يقول لابنه ويوعده ويخلف ويجي الولد ينسى ان ابوه في يوم من الايام هيوفي له بالحاجه دي. ليه؟ ويتعود على الكذب. لانه تعود على الكذب. صح. لانه غرس فيه الكذب. طب ممكن غرس فيه يعني نفترض خلف الوعد ان الاب والام يكونوا مثلا بيصلوا وبيصوموا وبيطيعوا ربنا. نعم. ممكن الولد يبقى عاصي؟ انا بفترض ممكن ولا صعب؟ لا هو ممكن لكنه بمكان من الصعوبة. ليه؟ لأنه نشأ في بيئة صالحة. مش الشاعر العربي يقول وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. صح. يعني زي ما أنا بغرس في ابني القيم بيطلع هذا الولد متشبع بهذه القيم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول قاعد بجوار السيدة أم عبد الله فبتقول له تعالى هك أعطيك، يعني تعالى وأنا هدي لك حاجة. فقال ما أردت أن تعطيه. قالت أردت أن أعطيه تمرة يا رسول الله. بعد التمرات معايا قال أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. يعني حتى الصغيرة دي يا رسول الله. نعم. لأن الولد يا أستاذ عاء لو إحنا جينا نشوف بعض الناس النهاردة بيوعد أولاده ويجي يخلف. صح. بعد مرة واثنين وثلاثة تلاقي الولد ما يصدقش، يقول صح. أنت تقول كذا ولا توفي بما تقول. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ليه الحاجات دي؟ عشان يغرسها في نفوس أتباعه صلى الله عليه وسلم. الكذبة تكتب يا رسول الله، والكذيبة يعني اللي احنا شايفينها حاجة بسيطة بتنكتب أيضا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالعدل والمساواة حتى بين الأولاد الصغيرين. يعني قال سووا بين أولادكم في القبل. يعني هتقبل هذا تقبل هذا وتقبل هذه. ما فيش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مفضل عنه. لا لا التفضيل هذا حتى لو كان في القلب لكنه في واقع الحياة لا يكون. يعني ما يظهرش كده قدام لا يظهر. ما الذي حدث لسيدنا يوسف عليه السلام؟ حدث له أن أظهر أبوه أنه يحبه عن إخوته وحدث ما حدث، أرادوا أن يقتلوه. نعم. ليه؟ لأن هذا شيء مركوز في النفوس. طبعا أنا لا أحب أن يكون أحد أفضل مني. طبيعة ليه؟ الإنسان طبيعة الإنسان مركوز في كده. يبقى الإنسان لابد أن هو ينشأ على هذه القيم وهذه الأخلاق الفاضلة حتى ينشأ المجتمع اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرجوه. هل لو إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الآن هل هذا المجتمع الذي ينطبق عليه قول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم؟ أين هذه الرحمة؟ أين هذه الرحمة التي يدخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجده يقبل بعض أحفاده؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقبل الحسن أو الحسين فبيقول يا رسول الله تقبلون الصبيان؟ أنتم بتقبلوا أولادكم؟ والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم قط. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال من لا يرحم لا يرحم. وقال له أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ يعني خلاص ولا تنزع الرحمة إلا من شقية يا أستاذ دعاء. لأن الأشقياء الذين نزعت من قلوبهم الرحمة، هذا الذي قتل إنسانا لأنه يقف موقف شهامة ومروءة، موقف شهامة ومروءة يحتم عليه مش قبل الدين العقل، إن أنا أقف هذا الموقف. تربيته وأصله، التربية والأصل والعفة والطهارة والنقاء والصدق والأمانة والقيم الأخلاقية التي يعني تربينا عليها صغارا. هذه التي تؤخذ النهاردة من الممثل الفلاني أو الفنان الفلاني وليته يتكلم بشيء ينفع الناس أو ينفع هؤلاء الذين يأخذونه قدوة أو يتخذونه أسوة. لا، إن ما حدث من انحدار أخلاقي فبعد الناس أولا عن الدين، بعد الأب والأم اللي هم القدوة. نفسهم. وبرضو يعني أنا بشوف كتير أمهات وأباء ما بيصلوش عشان أطفالهم، يعني أطفالهم ما بيعرفوش يصلوا. نعم.
طبيعي ان هم مش هيصلوا عشان مش شايفين ابوهم وامهم بيصلوا. فالمفروض برضو ان احنا ننصح الاب والام دول بايه برضو، يعني عشان يتخذوا الدين ويتخذوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تبقى يعني في اولويات حياتهم. هو استاذ دعاء، الاب والام قدوة عملية من غير ما تتكلم. يعني الانسان بيشوف، هم اللي بينشئوا جيل كامل من غير ما يتكلم. يعني لو تخيلي حضرتك وحضرتك بتصلي في البيت وابنك الصغير يشوفك بتصلي يعمل ايه من غير ما تقول له ما شاء الله بيسمع الاذان يناديه دلوقتي، ما شاء الله لا قوه الا بالله. يحط السجاده بتاعه الصلاه وينده، يا ماما تعالي نصلي. صح. او ان لقاني بصلي وهو كان بيلعب يجي جري يجيب سجادته ويحطها ويقف جنبي. ليه؟ هذه قدوه عمليه من غير كلام خالص. هذه هي التنشئه التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وربى جيل من الصحابة وجيل من التابعين وجيل من تابع التابعين على أطهر وأنظف وأعلى مكارم الأخلاق. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا بغرس الأخلاق دي في أبنائهم، في أبنائنا وفي بناتنا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال له يا رسول الله يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، قال يعني سيدنا علي بيقول ايه معناها ايه يا سيدنا علي؟ قال اي علموهم وادبوهم. يعني ان انا اعلم اولادي وادبهم. نعم. التاديب ازاي بقى يا شيخ محمود؟ التاديب الذي لا يكون فيه تعذيب. التاديب الذي علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في تاديب بالقدوه، في تاديب من غير ضرب، في تاديب من غير اي جرح او اي شيء. اللي هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمه لسيدنا الحسن زي ما انا قلت لحضرتك كخ انا لا ناكل الصدقه. اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاله لسيدنا انس وقد بعثه في مكان ما. فسيدنا انس زي اولادنا كده. قال له والله ما انا رايح يا رسول الله مش هروح. فالنبي صلى الله عليه وسلم سابه ما مشي، فسيدنا انس راح لقى صبيان بيلعبوا فراح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وراه. فوجدوا بيلعب فقام مسكه كده من ورا كده وقال يا انس اذهبت حيث امرتك؟ قال والله لا اذهبن يا رسول الله. وقام ورايح. فبيقول ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نظرت في وجهه فوجدته يضحك يتبسم. النهارده لو ان انسان يعني تخيلي بيقول له انسان تاني اعمل كذا وما عملش، او طلبت منه طلب وما وفاش هذا الطلب، يتعصب عليه يتعصب ويسب ويعني يقول كلام ليس لا للاسف. هذا الكلام هو ما يحدث الآن. أنا عودت أولادي على الصدق يأتون دائما ليصدقوا. أنا ربيت فيهم ملكة المراقبة لله تبارك وتعالى، ملكة إن ربنا سبحانه وتعالى شايفني ومطلع عليا وشجعته على كده وكافئته على كده. تبص تلاقي الولد ينشأ على حب الأخلاق الفاضلة ويبقى ولد صالح وبار بأبويه. نعم. ونفع لمجتمعه طبعا. ما احنا المجتمع ده هو الدولة بتاعتنا. ما هو المجتمع ده لبنات، هذه اللبنات هي التي تكون هذا المجتمع وهذا الوطن الذي نعيش على أرضه وتظلنا سماؤه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حببنا في الوطن وغرس فينا حب الوطن، لأن هذه الأشياء لابد أن تكون في كل في الأطفال طبعا. لأن حب الوطن يبدأ من الأسرة. لو أن إنسان بيتكلم عن مصر ويتكلم عن وطنه بحب وانتماء الولد ينشأ على الحب وعلى الانتماء لوطنه. أما إذا نشأ في كراهية وفي عداوة ما بينه وما بين الوطن لن يكون هناك حب له أو حب بينه وبين وطنه في يوم من الأيام. طبعا. الأخلاق يا أستاذة دعاء، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاق. صح. العدل والسلام. فين العدل؟ صح. فين الرحمة؟ احنا معانا مداخلة هاتفية ونرجع نكمل يا شيخ محمود. أستاذة رشا أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك تفضلي. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك الشيخ معاكي تفضلي. ماشي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بشكركم على البرنامج الجميل ده. ميرسي ليكي. في عند حضرتك استفسار معين؟ أنا بسأل بس سؤال. اتفضلي. يعني انت حضرتك بتتكلمي عن تربيه الاطفال، تربيه الاطفال وكده. انا لما اكون عيل ولد بنصحه دايما وبعمل معاه كل حاجه كويسه وبيطلع هو عكس كده خالص، طفل عاصي. نعم. يعني انا مش عارفه في الحالات اللي زي دي اتصرف معاه ازاي. طيب الشيخ محمود هيرد على حضرتك. ماشي. شكرا يا استاذه رشا. حاجه تعبني فوق ما تتخيلي.
بس ما فيش تعبها حاجة، لا وشقاها. عافية عمره ولا قد له. ايه؟ عنده حوالي 15 سنة كده، 16 سنة، تقريبا عدى مرحلة نعم، التربية، هي في 15 مرحلة سنة كده، سن 15 المراهقة. سنة. تمام. طيب الشيخ هيرد على بس حضرتك يا يعني أستاذة رشا، متشكرة. يعني يا أستاذة رشا، حاولي إن أنت تعامليه بلين وبرفق وانصحيه، ما السن ده خطر تجرحيهوش. جدا يا شيخ لا محمود. طبعا ما تجرحيهوش، تشجعه على الأخلاق الفاضلة من غير ما تجرح مشاعره، من غير ما تعنفه قدام زمايله، لأن هذه الأشياء طبعا يعني هو تخطى المرحلة، مرحلة التربية. هو دلوقتي في مرحلة المراهقة التي يظن فيها الولد أنه أنا هو هو القائد، نعم محدش يتكلم لا معاه. يقوده أحد ولا تمام. يأمره أحد ولا يكلمه كنت أحد. قرأت مرة نعم في مقالة عجبتني قوي، نعم إن الطفل في الشاب يعتبر في نعم سن المراهقة، أنا مثلا لو عايزاه إن هو يواظب على الصلاة، نعم ممكن الأم تقول له حاجة برضو لطيفة قوي، تقول له لما تسمع الأذان فكرني عشان أنا بنسى. نعم عجبتني قوي، يعني أنت تحاول إن أنت تغرزي فيه برضو بطريقة غير مباشرة، الله ينور على تتعامل معاه حضرتك، بطريقة غير مباشرة وطريقة فيها نصح ولين. ولين. أما العنف لا يأتي بأي شيء صح. في السن ده بالذات. معانا أم مريم، صباح الخير. طبعا السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام ورحمة السلام. الله وبركاته. ازي حضرتك؟ اتواصل مع ازيك يا الشيخ أم لو مريم؟ سمحت. اتفضلي يا شيخ مع اتفضل. حضرتك. ماشي. ايوه السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة والله الله انا وبركاته. ليه عند حضرتك سؤالين. السؤال الاول، انا عندي اولادي، انا يعني انا ماشيه معاهم بنظام معين، او والدهم بيجي يومين في الاسبوع عندي، فبيغير النظام اللي انا ماشيه فيه، يعني بيعمل العادات انا عادات خاطئه، فمش عارفه اتصرف معاهم ازاي، منها عدم الوفاء بالكلمه والوفاء بالعهد، الكذب، في حاجات ياما بيعلمها لهم، وانا بقول للاولاد بتعملوا لي كده، يقولوا لي مثلا ما بابا عمل كده. السؤال الثاني يا شيخ، انا دلوقتي في قطيعه رحم، هل قطيعه الرحم مع ناس بتجيب مشاكل وبيقولوا كلام وبيجيبوا حاجات وانا مقاطعاهم عشان ما يحصلش مشاكل وما يطلعوني، يعني ما يعملوليش مشاكل في حياتي، هل دي قطيعة رحم؟ هما نوعين، يعني هي تلفتي وزوجة زوجي، أنا مقاطعاهم تقريبا عشان قطيع المشاكل، سلفتها فهل مش دي رحم قطيعة رحم؟ صح؟ نعم. طيب مش شكرا ليكي، والشيخ محمود هيرد على حضرتك. بالنسبة للسؤال الأول، الأستاذة بتتكلم عن العادات بتغرس في أبنائها عادات صحيحة أو قيم صحيحة، يأتي الأب ليهدم ما تبني. زي ما حضرتك هذا اتكلمت في أول للأسف الحلقة، قلت إن الأب والأم كبروا. تناقض، تناقض هذا لا يكون إلا بالاتفاق مع الأب، تفاهم وبالعكس مع الأطفال الأب. هيحبوا باباهم أكتر نعم، عشان بيريحهم في المعاملة وينتقدوا مامتهم وجبلت دايما. النفس على حب الشيء اللي يعني يمنع منه الإنسان، طبعا ولذلك قال الممنوع مرغوب. لا يكون ذلك إلا بالتفاهم مع الأب. من بره الأولاد بره الموضوع، ونتكلم الزوجة مع زوجها ونتفاهم بالراحة برضه وبلين وبرفق، ونوضح الحاجات دهيا ونحط النقط على الحروف، لأن دي طبعا هيجنوا الاثنين ثمرة هذا الشيء. طبعا. وأول ما هيجني الأب. طبعا. دي الأولاني، هو يبقى مش لابد من مدرك التفاهم. حاليا. لا تمام. طبعا لابد من التفاهم، وطبعا بره يعني في غياب الأولاد ما ينفعش يكون للكلام قدام الأولاد، لأن يتفقوا طبعا على حاجة وينفذوها مع بعض. وينفذوها تمام. بالتفاهم وبالتراضي، ويعلموا جيدا إن الأولاد اللي بيغرسوه دول هم امتداد لهم بعد كده، هم طبعا امتداد لحياتهم بعد كده. طبعا. طب وبالنسبة لصلة الرحم، سلفتها وأخت أولا الجوزة؟ يا أختي، لو أنت تستطيعي أن أنت تعفي فالعفو من شيم الكرام. بس تقريبا دول برضو مش صلة رحمها، يعني صلة نعم رحم يعني زوجها لو كان وأبنائها. فيه سلام، سلام عليكم أقل طبعا حاجة، يبقى أفضل. سلام عليكم وعليكم السلام طبعا. بس فقط. ما لا تقطعهمش تستطيعي النيل. ذلك، يعني نود أن يكون أقل حاجة درجات السلام فقط، يعني فيه سلام ما بينكم. ما فيش أيوة. سلام خلاص، طالما فيه مشاكل وفيه يعني تجتنبهم، بس يبقى مثلا برضو ما لو تقطعش التقينا خالص. في مناسبة أو التقينا في كذا، أو مثلا قابلتها في الشارع أو قابلتها على السلم وهي طالعين ساكنين في عمارة مثلا، سلام عليكم وعليكم السلام فقط. أفضل شيء. نعم. معانا مدام هدى، مدام منى. ألو السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. مدام منى. السلام عليكم. عليكم السلام، إزاي حضرتك؟ منورة الشاشة يا أستاذة دعاء. ربنا يخليكي. اتفضلي يا شيخ الله مع حضرتك. في استفسار عند حضرتك معين؟ والشيخ محمود منور الشاشه و ربنا يبارك في حضرتك. لا والله ما فيش اي استفسار، احنا استفدنا من الشيخ محمود كتير، وربنا يبارك له ويجازيكم خير، وربنا يبارك لك يا استاذه دعاء والله كتير. ربنا يخليكي. ميرسي ميرسي لذوقك.
متشكرين جدا. شكرا لحضرتك، اتفضلي. كله طبعا بيشتكي من موضوع تربية الأبناء، فبرضه يعني نصيحة في دقيقة كده يا شيخ محمود للأمهات والأباء، يتعاملوا إزاي مع أبنائهم؟ أول حاجة لابد من الرفق. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للسيدة عائشة: يا عائشة، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. عليك بالرفق، الرفق ما وضع في أي شيء إلا يزينه، يزين الإنسان إن هو رفيق وعنده شفقة وعنده رحمة. يبقى الرفق أهم حاجة. تمام. أحيانا الإنسان يقسو، بس يقسو يعرف وقت القسوة بيكون إمتى وبيكون إزاي. يعني الشاعر بيقول: قسى ليزدجر، ومن يكو حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. على اللي هو بيرحمه بيقسو، ولكن قسوة يعني مش فيها اللي احنا بنسمعه ضرب وإيذاء وقتل وسفك، لا 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 لا. بالرفق وبالحكمة. نعم، بالرفق والحكمة. يعني لازم اقنع الطفل ده مشكلته ايه، عشان برضو ان هو يبقى مقتنع عشان ما يكررش هذا الخطأ تاني. والهدية يا استاذة دعاء، ان انا اهدي للطفل شيء ولو كان بسيط جدا، ده بيحبب الطفل في القيمة اللي انا عاوز اوصلها له. يعني انا بوري له قيمة الصدق او قيمة العدل او قيمة الامتثال الاوامر او قيمة المذاكرة او قيمة حب الناس او احترام الاخرين او 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 واهديه باي شيء. هذه الأشياء لها مفعول السحر في عند الطفل. طبعا. كذلك إن أنا أعرفه سيرة الصحابة وسيرة التابعين والسنة النبوية. السنة النبوية طبعاً. وكذلك إحنا دلوقتي في الوقت الحاضر العالم الفلاني والعالمة الفلانية الكلام معك ما بيخلص يا شيخ محمود. يعني أنا نفسي تبقى الحلقة أكبر من كده كتير، بس إن شاء الله نبقى مع بعض فقرات كتير، وشرفتنا ونورتنا. ربنا يزيدك علم يا شيخ محمود، وزي ما انتفعنا بعلمك يعني ربنا يجعله في ميزان حسنات حضرتك. وانتظرونا بعد الفاصل وفقرة الجمال.